هي البنات بيحبوا ايه؟ يخفي بقى هو من ينشأ ايه في الحلق والبنبيات والتوك والحركات والبندجات. تعالي انا عارفه ان بيتك ملتزم وانا عارفه ان انت نفس السمت بتاعه وانا اثق ان انت امي زي بتجي تحضري وفاهمه الكلام ده. بنتك كام بنتك كام بنتك كام؟ هاتوا المجموعه يلا نعملوا ايه؟ يوم ضلع البنات لا تستغني عني ابدا كأم. هاتوا حبايبي اللي داخلين 15 بنات جايين، هاتوا موبايلات يبقوا الموبايلات حطوها لي مش عايزين سيلفي ولا الكل لابس ونسي يلبس في البيت. انا لا احنا هنعمل مش عارفه ايه ونجيب واحده تعمل لهم حنه وسكرابات وبتاع وحطوا بقى اللون اللبني عايزين يبقى احمر واعملوا اللي بتاع الكريك اللي بتحطه وبيطلع ده تاني عيشوا. هنعمل ايه؟ سينابو نخربوا المطبخ. خرب يا حبيبي خرب بيت ابوكي نوبك سواد. يلا يلا بدل ما تروحي للراجل يرجع بالجحر. فالاصل ايه؟ يوم دلع البنات روحي تشتري هاتي صاحباتك نعمل كذا نعمل الحاجات الحلوه بتاع العنايه بالجلدك جلدك وعلميها جلدك ريحته حلوه شعرك مش نفك الطرحه فش والروائح تهفهف بقى والشعر المكتوم والكحكه الكحكه اللي ما بتتفكش. لا اعملي ان شاء الله قطتين ولا اعملي زعروره اي حاجه، المهم هي تتعلم ان في روتين للشعر، في حاجه اسمها ريحه الجلد حلوه، في حاجه اسمها الضوافر وما بينها ما بتبقاش منظرها كده، في روتين. ومال ومال عندك لصوابع الرجلين لها مش عارفه ايه والكعب له ايه ومال يتعلموا لوشن الجسم ايه واصرفي. مش هناكل في الاسبوع دوت ونوفر وجبتين وانا اوفر ده لان ده احتياج نفسي لما بنتي تتعود عليه ما تجيش في بيت جوزها ده انا هيجملي بالبنطلون لابسالي ستيتا وبتاع. فيوم دلع البنات ده يبقى حاجتين في المرحله رقم 4، ما تتصدميش واقبلي بشريتها احنا بشر كلنا. رقم 2 يوم دلع البنات الحاجه اللي بتحبها البنت، حتى بنتي في الامر اللي هي ده مع صاحبتها انا امها ما بتقولش لا او ايه وعيب لا لا ده اللي المفروض اعمله. في نقطه بقى خطيره جدا احنا غفلانين عنها كامهات، الدعاء اللي انا قلته لكم دعاء بتاع 5-6 نظريات اجتماعيه ونفسيه وتربويه ده اخذ بالاسباب. احنا امه السببيه، يعني ايه؟ الكون كله قايم على الاخذ بالاسباب، افعل كذا يحصل كذا، حط البذره وحط عليها ميه تطلع زرع، المسلم هيعمل كده تطلع الزرعه، الكافر يعمل كده تطلع زرع. فرق عني وعن الاخر ان انا اطلع زكاتها بسمي الله، ده الاخذ بالاسباب الاربع مراحل اللي انا قلت لكم عليها. 5 دعاء اخوات، دعاء فين؟ دعاء الام مستجاب، دعاء الوالده مستجاب، فين دعاء؟ مخصصه لسته كل يوم للعيال؟ طيب بدعي في السر ولا حسب بقى التساهيل ولا لما بتيجي مشكله ولا هو كده؟